بكتب اسمك يا حبيبي على الحور العتيق تكتب اسمي يا حبيبي على رمل الطريق بكتب اسمك يا حبيبي على الحور العتيق تكتب اسمي يا حبيبي على رمل الطريق بكرة بتشد الدنيا على القصص المجرحة بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بينمحى بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بينمحى ها؟ شكرا يا فيروز خلاص يا سيد تعال بقى انت عشان ننام كان شو يغني كردي اللي عايز سايق شايف ان صوته حلو ولا عنده حاجه يقابلني بعد كده بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له انا بس في بعض الناس ما كانوش موجودين امبارح وبعض الناس كانوا موجودين امبارح واحنا بنسالك قضيه مهمه المنظمات المجتمع المدني اساسيه في بناء الدوله خصوصا في جزء زي كردستان وعشان نبني الدوله المفروض في ثلاث عناصر بيشتغلوا مع بعض من غيرهم مش هتتبني الدوله. اول حاجه كانت الحكومه والثانيه كانت القطاع الخاص والثالثه كانت الاهلي. اثناء الحكم السابق كان في دائره كبيره جدا اللي هي ايه؟ وكان القطاع الخاص قد كده وكان المجتمع المدني صغير خالص. عشان ترجع احنا لازم نسترجع وبالتالي في مؤسسات دوليه اللي هي اسلامي كريم بورد انترناشونال ايا كانت هتقعد سنه هتقعد اثنين هتمشي اللي بيحب البلد دي لازم يدي المنظمات بتاعتها ايا كان اسلامي كريم اذا كانت بيز بريطانيا اذا كان اي مؤسسه في العالم بتحبنا فهي هتيجي وهتمشي فالمهم ان احنا نبني منظماتنا فقلنا ازاي نبني منظماتنا تيجي نفهم المنظمات بتكبر ازاي وحضرتك ما شرحتناش امبارح احنا قلنا ازاي المنظمه بتتولد وازاي بتكبر وخطوه وخطوه بتمشي وعملنا مستوى زي ده مش عارف التوصيل ولا قلنا في كم مستوى للمنظمات؟ خمسة خمس مستويات قلنا المستوى الأول وبعدين في مستوى زيرو قلنا مستوى زيرو حيث لا توجد أصلا منظمة ده الكلام اللي قلناه امبارح وقلنا المستوى الأولاني سميناه إيه؟ ديكتاتوري في كلمة تاني معلش دكتور هاني يزعل زعيم الزعيم وأنا فاكر أخونا حمزة قال الزعيم ده الناس ما بيحبوهوش لكن الزعيم أهم واحد هو اللي بيبني المؤسسة وكان بيتكلم حتى عن هتلر رغم ان كل العالم بيكره هتلر لكن بيقول لك ما حدش بنى المانيا بجد الا هتلر يمكن بعد كده غلط وشطع من كلام زي كده فاي منظمه جديده عشان تتبني محتاجه زعيم يبنيها وعشان كده قلنا المرحله الاولى كان الزعيم والمرحله الثانيه كانت يا دكتور انا لو تفتكريها مدير المرحله الثانيه كانت والد المدير القواعد والقوانين قلنا المرحله الاولى عشان يبقى دي الزعامه وكان هو كل في الكل لكن عشان المؤسسه تشتغل وتستمر وتكبر لا يمكن تعتمد على فرد ولكن لازم نبني المؤسسه وبالتالي تيجي القواعد والقوانين وقلنا المستوى الثالث ودولك اللي اتكلمنا عليه صح؟ للدنيا اتكلمنا قلنا بقى في مستوى الثالث اللي هو النفعي وبعدين المبادئ والخامس المنظوري مش كده؟ وقلنا المنظوري دي حاجه تقريبا مش موجوده في الكل انها واتكلمنا كتير في ده فكنا اتكلمنا في مستويين وفاضل النهارده نتكلم في مستويين المستوى الخامس انا مش عايز اتكلم عليه هيبقى موجود عندكم بشكل او باخر هستعرضها سريعا وانا اعتذر للاخ ادريس اللي مش بيتكلم عربي لكن انا هقعد معاه وانا هتكلم عليه بالعربي بشكل كبير لكن اقول الماتيريال دي موجوده في دوكمنت حوالي 28 صفحه بالانجليزي وقلنا الموقع امبارح بتاع ايه developmentalconsulting.com في حد دخل عليه امس في موقع ندخل عليه ويسألك أسئلة وإنت ساعتها تعرف المؤسسة بتاعتك في مستوى واحد ولا في مستوى اثنين ولا في مستوى ثلاثة ولا في مستوى أربعة وإحنا قلنا الهدف اللي إحنا بنعمل بيه النموذج ده مش عشان أقول ارجع أنت نمرة اثنين وارجع أنت نمرة ثلاثة لا عشان نعرف إحنا في أي مستوى وبالتالي نعرف المستوى الثاني اللي إحنا هنجيبه بين الخمس مستويات أنا فكرت بس أنا مش عارف التاني برزنتيشن مش واضح هنا بشكل كويس لكن أنا سريعا كده أنا هقف عن إحنا قلنا المرحلة الأولى بتاع البناء بنأسس زي اللي بيبني عمارة في الأول، الثاني إحنا عملنا الطرق وعندنا قواعد وقوانين كأنها مشت على القطر ما ينفعش يمشي، وكان عجبني المثال اللي كان بيقول عليه الدكتور هاني
حمار مش فكره حمار انا انا بفترض الانسان ما يعرفش فبديله قواعد وقوانين. انا امبارح جالي عقد مع مؤسسه عشان اشتغل معاهم. الغريب ان العقد اللي وصل لي يا دكتوره العقد نفسه 8 صفحات معاه الهاند بوك لقيته 250 صفحه في شغلانه كبيره كده. يعني قلت يا رب انا مش هشتغل معاهم دول ولا ايه؟ بيفترض وانا داخل ان انا ما بعرفش فبيدوني كل حاجه بحيث نقدر نمشي مع بعض بشكل كويس. يبقى ده التراكس. الثالث اللي هو الوصول للنتائج وده مهم جدا في التطور. لكن معظم المؤسسات بعد ما بتحط قواعد وقوانين وتمشي عليها بتكتشف ان هناك مصالح ممكن توصل لها. بس القواعد والقوانين دي تعباني. اديك مثال ناظر في المدرسه. الطالب اللي يخش المدرسه المفروض يكون عنده 6 سنين لكن جاله ولد عنده 5 سنين. الولد ذكائه ما يعديش مش ممكن. ذكائه نادر. القانون بيقول ما تدخلوش. يبقى في طريقتين. الطريقه الاولانيه يقول له اضرب شهاده ميلاد ودخله. لكن الناس اللي بيتطوروا صح ما بيعملوش كده. يقولوا تيجي نفكر نعمل فصل خاص للمتفوقين رسمي مع الحكومه. تيجي نعمل فصل خاص او مدرسه خاصه للموهوبين اللي ما بيمشوش تبع النظم المعتاده دي. فده بيخليك تبدا. اذا كانت المؤسسه هتوصل للنتائج الممتازه دي بطرق ملتويه فهتنحرف انحراف شديد. ومعظم الدول الكبرى وقعت المساله دي لما بيبقى عندها هدف بتبقى امريكا عايزه تخش العراق بسبب ولا اخر قبل مجلس الامن مش راضي تحول يمين تحول شمال وتوصل للنتيجه باي شكل من الاشكال. وده ضد المبادئ. عشان كده بيجي المستوى الرابع. انا عايز اوصل لاحسن نتيجه لكن طبقا لمبادئي. فده اللي بيوصلنا للمستوى الرابع واللي قلنا ده المستوى اللي اي مؤسسه عايزه تستمر لازم نكون موجودين فيه. وده اللي قلناه احنا كامه مسلمين. اذا كنا بالفعل عايزين نبقى خير امه خرجت للناس احنا مش خير امه. هو احنا المفروض نكون خير امه. لكن عشان نكون خير امه يجب ان نصل للمستوى الرابع. انا اسيب لكم الماتيريال دي لما تقراها وقريت القران وقريت الحديث هتلقى الراجل ليكر امبرلين ده كان بيقول الكلام بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بنعمل منظمات لكن المنظمات بيبقى بالبركه بالدروشه باي معيار من المعيار. لكن الكلام ده بمعايير. احنا امبارح لما استعرضنا ده وقلنا المعايير مين اللي فاكر المعايير التي بها نقيس نمو المؤسسه؟ احنا امبارح قلنا ازاي اعرف مؤسسه صغيره او كبيره؟ ازاي نعرف ان احنا كبرنا؟ حضرتك مؤسسه اسمها ايه؟ مؤسسه اللي عندك اسمها ايه؟ عايزين نشتغل بمنظمه الحياه عندي وعندي مؤسسه كبيره حدها دنيان. ممتاز. يعني عندك اثنين. ان هي مش بقول احسن ولا افضل. عارف حضرتك لما تشوف بنت صغيره وسيده كبيره ما بقولش البنت اجمل احسن من الست ولا الست، لا ان هي انضج. الاثنين كويسين والاثنين ممتازين للمرحله بتاعتهم. ايهم في سلم تطوري اعلى من الاخرى؟ الحياه اللي هي الكنديه اعلى من ايه؟ من الدنيا. تقدر تقول لي كده مع اخوانك معلم معلمين ليه بتفكر ان دي اكبر من دي؟ لان المؤسسه بتاع حضرتك ان عايزها تكبر. يعني كاني عايز اوصل للبنيان. الحياه دي توصل لثلاثه ولا اربعه؟ تاريخ. التاريخ احنا ذكرناه امبارح في العوامل؟ لا. ودي مسألة مهمة جدا. ليس معنى أن المنظمة قديمة أنها جيدة. مين يوافقني؟ أنا. كلنا. دي مسألة مهمة يا إخوان. مش دايما المؤسسة هي كانت قديمة بقت مهمة. نشيل دي. بالظبط. النشاطات اللي تقوم بها سنويا يعني خلال المشاريع اللي تنفذها. مالها؟ كبيرة. كبيرة. ومتعددة. ومتعددة. سؤالي ليك. هل لما يبقى مؤسسه بتقوم بنشاطات كبيره ومتعدده دي معناها ان افضل من المؤسسات او اكثر نضجا من المنظمه التي تقوم بثلاث اربع نشاطات بس؟ مش بالضروره. علشان كده بقول السيشن ده علمي اكاديمي بحت. محتاجين يكون عندنا كريتيكال ثينكينج. لما قلت دي احسن من دي ليه؟ اللي حضرتك بتقوله ممتاز وصح وشيء طبيعي. المؤسسه الناضجه بتعمل نشاطات كبيره لكن ما ينفعش اقول علشان هي بتعمل نشاطات كتيرة يبقى أكثر نضجا. إحنا عايزين المؤسسة اللي أكثر نضجا. اللي هي بتعمل ضمن المعايير القانونية. أيوة وصلنا للمعايير. فاكرين المعايير اللي هي المستوى الثاني؟ في معايير أنا معاك. سواء كانت مؤسسة كبيرة، صغيرة، قديمة، حديثة. إذا كنت تخش المؤسسة وتلقى في معايير
يبقى دي لها خطوه بقيت دي اكثر تقدما. لكن انا لو بشتغل كل مره بمعيار ما اقدرش اقيس، لكن اذا وصلنا ان هناك معايير يبقى بقدر اعملها. في حاجه تضيفها تاني بالنسبه للحياه بنشوفها؟ يعني ثقه الناس يعني من خلال النشاط ايضا العام دور مهم. الانسجام الموجود في الهيئه الاداريه هذا ايضا عامل للنجاح. يعني هاي عوامل مهمه. كلام جميل، كلام معقول، ما اقدرش اقول حاجه عنه. لكن حبيب القلب ما فيش فيه حاجه منه بتاع دكتور. يعني هذا كلام جميل وممتاز، لكن اللي اقدر اقيس عليه احنا قلنا امبارح مين اللي فاتت حاجه من 10؟ ايش؟ قيادة الاهتمام. أيوة، نوع القيادة في الحياة هل هو ديكتاتوري؟ بمعنى هل هو زعانة ولا والد ولا مرشد ولا مدرب ولا كأني ما فيش قيادة؟ لا، ممكن تقول مرشد. مرشد. والمحطة الثاني نوع القائد إيه؟ لسه هو بعد زعيم. زعيم. إذا اللي أنا عايز أقوله، لأن حضرتك ما كنتش معانا أمس، إحنا حطينا حوالي 10 معايير من ضمن الحاجات اللي هو قالها. أنا لما أجي أقارن أقول نوع القيادة في المؤسسات اللي لسه تحت بيبدأ الراجل إيه؟ زعيم، لأن هو لازم بيأسس، لكن لما يحط الأساس بيبقى زي والد، مش كده؟ لكن لما بعد ما يعمل الأساس ويبقى كويس يبدأ يدور على النتائج، خدت بالك ده اللي أنا عايز أقوله. المستوى الثاني إيه؟ المعايير اللي أنا بدور عليها الثانية إيه؟ الاهتمام. الاهتمام، برافو. الاهتمام يعني إيه الاهتمام؟ أنا لما أخش منظمة أهم حاجة بيتكلموا فيها المنظمة إيه؟ أنا أذكر حادثة كان نفسي يكون الدكتور هاني موجود فيها. الدكتور هاني مسؤول الهيومانيتيريان فورم، وأنا بعمل في حاجة اسمها أكاديمية الإغاثة الإسلامية. في مشروع جه ده تحديدا ده واقع عملية حصلت الشهر اللي فات. الهيومانيتيريان فورم قدم مشروع بعدة آلاف من الدولارات للتدريب، لكن لما راح للدكتور بعد ما وافق عليه قال يروح للأكاديمية تعمله. جينا نعمله، أول ما جينا سمعنا إن الدكتور هاني كان عايز يعمله، بس مشروع كبير وممتاز ويخلي النتيجة اللي عندنا زي الفل. نعمل ايه؟ نعمله ولا ما نعملوش؟ نعمله. لو عملناه يبقى احنا في المستوى الثالث، لان احنا عايزين نوصل للنتيجة بسرعة. لكن لو عملناه قدر الدكتور هاني ومكانة الهيومانيتيريان فورم معانا، احنا شغالين مع بعض ونكمل مع بعض السنة الجاية واللي بعدها. طب نديل الدكتور هاني ونفلت مصالحنا، يبقى ما بنعملش المؤسسين. انت عارف عملنا مجتمع ازاي؟ قلنا طب احنا لازم ناخد المشروع ده لان معانا، والدونر مدهولنا احنا لازم ننفذه لان احنا كوميتد ولازم سمعتنا يبقى كويسه. لكن عشان الدكتور هاني وعشان الهيومانيتيريان فورم لازم نوصل اتفاق مع الدكتور هاني، نقول يا دكتور هاني الامر حصل كذا وكذا 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 وجانا المشروع ده، واحنا اسمك مش موجود فيه خالص، واحنا كنا ممكن نعمله، لكن نظرا للشراكه اللي بيننا وبينك فاحنا حريصين نقول لك ده اللي حصل، ايه رايك؟ انت موافق ان احنا يمكن يقول لنا والله على بركة الله يبقى أنا نفذت المشروع ولم أخالف مبادئي وبنيت علاقة. عشان كده تيجي المستوى الرابع بتهتم الاهتمام بالشراكات. أنا بتكلم في الاهتمام بالشراكات. أما لو كان اهتمام إن أنا أخذ المشروع وأنجح يبقى أنا في المستوى الثالث، لكن لو كان اهتمامي أنا ماليش دعوة جالي بمشي عليه يبقى في المستوى الثاني. خدت بالك من مسألة الاهتمام؟ إذا أنت لما بتشوف مؤسسة في الاهتمام، كل ما دورت في المؤسسه شكل الاهتمام يبقى ايه؟ هل الاهتمام لما تخش المنظمه اهم حاجه الرئيس؟ كل واحد يسال نفسه كده. اذا كان الرئيس كان معروف كده حاجه، مين يعرف مثلا رئيس هولندا؟ ما حدش يعرف رئيس هولندا. مين يعرف رئيس شركه اير فرانس؟ رئيس المانيا. رئيس المانيا. اذا ما كنتش تعرف الرئيس فاعرف المنظمه دي غالبا مش بقول انها ضعيفه، لا، انها المحتوى بتاعها اهم من الرئيس. لكن كل دولنا العربيه معروف رؤسائها ولا لا؟ بشكل كبير. والشركات الكبيره اذا كنت تعرف تروح لشركه من غير ما تسال على الرئيس، يعني اذا كنت تقدم للامم المتحده على وظيفه، هل بتعرف مين رئيس الامم المتحده في العراق؟ اسالوا عليه. حدش يعرف اسمه اذا ما كنتش بتسال على اسم، لكن بتسال على البروسيدور، اعرف ان المنظمه في المستوى 2. إذا كنت بتقول لا أنا هقول لهم حاجة لو يعرفوها لأن هم بتوع النتائج هيقولي بدور في المستوى 3. إذا كنت هكذا أنا بقول الاهتمام بيقول لك المفتاح. أنا بقول الاهتمام ده لأن أنت لو داخل الأمم المتحدة والأمم المتحدة هي بتهتم بالبروسيدجر وأنت بتمشي بالبروسيدجر يبقى الأمم المتحدة نمرة 2. يبقى عشان تشتغل مع الأمم المتحدة مش عارف العلاقة. طب أنا أذكر لما بدأنا نشتغل بعض الناس لما يجي للدكتور هاني مثلا ولا أي مؤسسة يقول له يا دكتور أنا عايز أقدم عندك
اسلامي كريف سودان، وعندنا مشروع الاضاحي كان عندنا 400 عجله هنذبحه، وبعدين الناس يعرفوني في السودان. فجاء الدكتور سيد السلام عليكم احنا بنقدم على مشروع. قلت له انت هنا مين؟ قال مش حضرتك رئيس المكتب؟ قلت له رئيس المكتب؟ البركه في حضرتك. انا فعلا كنت مستغرب يعني البركه فيا، انا في الاول ما فهمتهاش، لاني انا ما اعرفش هم يعملوا ازاي، لان في لجنه اخرى هي اللي بتعمل المشترات ولجنه، وانا فعلا ما بعرفش فيها. وكان عايزني على العشاء، قلت له على فكره انا مش عشاء، لان واضح ان الراجل فاهم ان بعد ما يقعد معايا سواء بالادب، هو كان شيخ ومؤدب بس متصور برضه كلمه منا كده برضه تمشي المساله. لكن المؤسسه كانت عدت الاولاني الى الثاني، اذا كانت المؤسسه في الدور الاول فمفتاحها الرئيس، وعشان كده الدول جميله من الجبايل هتروح للرئيس، لكن لو تروح امم متحده ولا منظمه بتشوف البروسيدور مانيوال، انت قيس المنظمه بتاعتك مدخلها ازاي؟ في بعض المؤسسات في المستوى الثالث وبعضها في الرابع. احنا قلنا ده المستوى ده المعيار الثاني. المعيار الثالث قلنا فريق العمل، والرابع والخامس انا بدل ما همشي ده هقول لكم طلعوا الورقتين اللي انا وزعتهم امس، كل واحد معاه ورقتين. في كوبي يا مين معانا هنا من المستوى الكبير؟ مين ما معهوش كوبي؟ ناس الجداد؟ واحد من البلد ونسي الكوبي بتاعته. عدد كبير. مؤقتا اللي معاه كوبي يشارك الثاني. لا شارك الست، انا عندي نسخة. لا ممكن. الصورة دي واضحة؟ أنا عايز كل واحد عندك صورة، عندك صورة؟ مين هنا ما عندوش صورة؟ ممكن تبص جنبها، ممكن تبص جنبها اللي معوش صورة، اللي معوش صورة هنا فين؟ موجودة؟ سيبيه بقى يا عم شوية معلش، معاك صورة؟ يا كابل يا صديق؟ إنجلش؟ ست أوكي معاك اثنين؟ استسمحوا نديهم واحدة ورا. أوكي في حاجة معوش طب تاني؟ مين معاه هنا اثنين من بعض؟ طيب اجمالا لو الصورة ممكن نعديها؟ لا تخش لدرجة ان وصلت المؤسسة لما تكبر بشكل كبير كأني ملهاش رئيس، كأني ملهاش رئيس في الآخر. دي احنا استعرضناها امس، لكن هقول الاهتمام والطريقة. احنا ذكرنا امس المرتين، الاولى الاهتمام my way or the highway، الاهتمام في الاولاني اعمل الشكل ده بالطريقة دي، بينما في المرحلة الثانية كل اهتمام الخضوع المتشدد للقوانين. واي حد شغال في مؤسسة دولية يعرف ان عنده بروسيدور مانيوال، وكان اخونا حمزة بيتكلم على البروسيدور انك لازم تتبعها بشكل كبير. لما تنتقل للمستوى الثالثة بيبقى حاجة تانية خالص. لما تنتقل المؤسسة الى مستوى ثالث يبدأ يفكر ما هي النتيجة التي من اجلها نحن عملنا. احنا عاملين مؤسسة عشان انقاذ الناس، مثلا مؤسسة انسانية وشغالين في الاطفال، لكن واحنا ماشيين شغالين كده لقينا فيه مسألة الجندر بيزد فايلنس كبيرة جدا، وده مش مجالنا ومش حاطينه في الفيجن بتاعنا ولا في الميشن بتاعتنا ولا اي حاجه خالص، بس عايزين نعمل ده. احنا ممكن نرجع للميشن ونغير الميشن عشان نوصل للنتيجه دي بشكل ولا اخر. كل ما وصلت يبقى همك النتيجه، كل ما رجعت البروسيدور اللي انت حاطه وبعدين قلت هو ده هيوصلني ولا مش هيوصلني، لو مش هيوصلني اغيره، لو مش هيوصلني هغيره. وعلشان كده كان حمزه قال امس ان القوانين في المانيا بتتغير بسرعه، لان القوانين خدها لنا احيانا احنا بنثبت على شكل معين. فاذا انتقلنا من المرحله الاولى اللي هو الاهتمام بالمدير او لا الى النتائج، كلام كويس. اذكر في انتخابات
انتخابات على المستوى الرابع حصلت في مصر، كان في كذا حزب، وكان في حزب الحاكم مترشح، وكان في حزب تاني مش حاكم مترشح. واضح ان الناس بيحصل نوع من انواع التزوير رغم ان الناس موجودين، فيبدو في المحافظات كلها بتتزور، لكن في المنطقه دي الناس اللي هنا بينتخبوا الحزب اللي مش حاكم، اللي هو الحزب المعارض بشكل او اخر، واللي هو بيقول ان هو له مبادئ اكثر من الاخرين ومتدين وحاجه زي كده. فهم الحزب الحاكم في حته تاني بيسود، عارفين يسود يعني ايه؟ يعني يجيب القوائم ويعمل يس 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 من غير الناس ما يحتاروا ولا حاجه. ففي منطقه مش صغيره، كبيره، بلد كبيره، الحكومه لا تستطيع ان تدخلها، الامور القبليه لا تستطيع ان تدخلها. فجه واحد للشيخ اللي هو مسك الحزب ده وقال له: بص يا مولانا، احنا كل الحتت اللي حوالينا بتتسود من اجل الحكومه، وهذا ظلم وعدوان واحنا عارفين، والناس بتوعنا هنا كسالى ما بيطلعوش، لكن احنا لو سودنا دي كلها هنكون خدنا جزء من حقنا اصلا، ويمكن ده يعادل المساله، بحيث نعادل المساله. انا الراجل اللي بيعمل ده عايز يوصل للنتائج بشكل سريع، عايز يوصل لان ده حقنا وانا هاخده. ايه رايك، يعمله ولا ما يعملوش رغم ان هو ده جزء من حقه؟ اتفضل. خطا، لان الهدف النبيل يحتاج وسائل نبيله. نعم، يعني يعملوا ولا ما يعملوش، ما هم يخسروا. يخسرون احسن. الدنيا ظلمه، الوضع ظالم. يخسرون احسن ما. يخسرون احسن. راي حضرتك ايه؟ حسب المستوى. يعملوا. حسب. ها؟ اذا كان هو بالمستوى الرابع. انت تعمل ايه؟ على المبادئ. ما انت خسرت في الانتخابات اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها. وكل مره انتوا عارفين نفس الحكايه، هو عنده حته بيسودها وانت مش عارف تسود دي، بتخسر. تعمل ايه؟ سودها. يعني سودها؟ يستغل الفرصه. الهدف صح؟ استغل الفرصه. لا، حتى يوصل للهدف. حتى يوصل للهدف. ما انا كده مش هنجح. ها؟ يعمل هو مأجور. السلام، ده شرعنها. يعني قال فيه دي روايه مسلم ولا عبد العزيز ولا وبالتالي احنا هنفضل نخسر على طول؟ لازم يفوزوا. اذا كنت في منظمه خدوا القرار اللي حضرتك قلته ده وشرعنته، فيبقى انت في المستوى الثالث. وعشان كده انا بقول المستوى الاولاني، الثاني، الثالث عمل كده. الثالث ان لم تضبطه المبادئ والقيم التي تؤمن بها بصرف النظر عن الطرف الاخر، فتؤدي الى، ممكن تؤدي الى خساره شديده. بعض المنظمات عايزه تشتغل في العمل الخيري في الخدمات، لكن لقيت فرصه حقوق الانسان والامور السياسيه اللي بتشتغل فيها، الفند فيها كتير، خلينا نروح نشتغل فيها لان دي في فند وممكن نبني المؤسسه. وبعد شويه لقيت مشروع الجندر فيروس كويس بيروحوا فيها، هي مش تبع الحته بتاعتهم، لكن هو عايز يكبر. إذا مشيت في دي فده نوع من أنواع تطور المؤسسات، لكن في الحقيقة تطور خطير جدا، وهذا ضد المبادئ. ما بقولش إنه وحش، ما بقولش إنه حلو، أنا ما أقدرش أقول في ناس بيعملوا كده. الشيخ اللي قال النسقط مرة واثنين وثلاثة خير من إنه يذكر بعد 10 سنين إن إحنا زورنا انتخابات. وأنا أذكر ساعتها ما أعرفش كان أوباما ولا إيه اللي بيترشح ولا حاجة زي كده، لا بوش الابن، كان بيقولوا إن هم رجعوا في تاريخه زمان لقوا إن هو كسر إشارة قبل 10 سنين، فمعنى ذلك ان هو راجل مش منضبط. فقال اذا كان المجتمع الغربي بيعتبر ده وبيعمل ريتروجريد، فانا لا يمكن، وقبل كده انا قدام ربنا لا يمكن ازور بشكل اشكال ايا كان. فاذا كانت المنظمه، انا عشان كده انا بقول الاهتمام الاهتمام هنا بطريقه الرئيس هو بيعمل ايه، الاهتمام هنا بالقواعد، الاهتمام هنا بالنتيجه. وبعض المؤسسات بتعمل دي، وبعض يقول لك طب خلينا نعملها وبعدين نستغفر ربنا، او نروح لشيخ يديها فتوى وسط الشيخ وينتهي المساله، ممكن يعملوها، لكن لما تنتقل المبادئ لا يمكن. الغريبه ان في مستوى اعلى تاني. اعلى تاني، وعشان كده بقول المستوى الخامس ده ما فيش مؤسسات تقريبا انا اعرفها، الا يمكن مؤسسه واحده يمكن اقول لكم عليها في الاخر، هي اللي ممكن يكون وصل، لان اهتمامه مش بالنتيجه.
ولا اهتمامه بالريس ولا اهتمام، هو كل الحاجات دي موجود بالمناسبه. هي عامله زي السلم ده، ان المستوى الاولاني اللي قلناه اللي هو ايجاد النظام، انا عنده سلم عريض علشان لما بيجي لوائح القوانين هو لا يهمل النظام وانما يستوعب النظام بناء على القواعد والقوانين، ثم عندما يعمل النتائج يعمل النتائج بناء على النظام والقواعد والقوانين، هو يغير اشياء بحيث يكون هذه الطبقه تستوعب التي قبلها. وهذه مثل مساله الهرم، مش معناه ان بيروح نتائج وليس عنده نظام ولا متصل. فالشاهد ان هو لما نوصل للمستوى الرابع يكون اهم حاجه عنده التنسيق مع الاخرين والتكامل. يعني يوم ما يجي حزب اسلامي في مصر وعايز يعمل حزب من الاخوان ولا من السلفيين، اول ما يجي يفكر يقول طب النصارى يعملوا ايه؟ طب فين حق النصارى اللي بنعمله ده؟ لا، هو جواه جوه الحزب لما يبقى مش في الملأ، وده مساله مفيده، مش في الملأ مش في الصحافه، ده هو قاعد بيقول للمديرين بتوعه احنا مش هنعرف نشتغل الا لما يكون المسيحيين معانا، واحنا عندنا في مصر سبت عندنا يجي 10,000 شيعي، دول لازم كلهم يجوا، واحنا عندنا شويه من النوبه، وبيقولوا لهم انا مش هينفع قبل مصر الا ما اخد ده وده وده. هو جواه بيفكر ده، مش بيعملها عشان الامور السياسيه، وقليل ما هم. ليه؟ لان في المستوى المبادئ دي، لو تصورت المبادئ دي من اكثر حاجه، لو سالت الناس النصارى في مصر يا نصارى انتم معتقدين باللي بتعملوه ومعتقدين اللي بيعملوه، فازاي واحد نصراني يعتقد ان ما كانش في حد اسمه محمد صلى الله عليه وسلم؟ ده في اعتقاده يقدر يشتغل مع المسلمين. وازاي واحد مسلم بيعتقد ان الناس دي بتقول المسيح ابن الله وبذهنهم يعني عندهم قرار عقائدي يشتغل فيه؟ المرحله دي خطيره جدا وصعبه جدا، انك تشتغل مع الاخر وانت مقتنع ان الاخر غلط، مش عايز تصلحه ولا عايز انت قبله كما هو وعارف انه نفس الحق زيك بالظبط. زي ما احنا رحنا للدكتور هاني واحنا عارفين الدكتور هاني ما شفناش ولا شافنا ولا اتكلم معانا، لكن احنا لا نستطيع ان ناخذ اجمالا. انا عايز الخص هذا هو الاهتمام. اهتمام منظمتك ايه من الخمسه دول؟ هل هي بالقائد ولا بالقواعد والقوانين ولا بالحصول على النتائج ولا بالمبادئ ولا بالتكامل؟ بس لا اريدك ان تنظر ليها، اذا نظرت للنتائج فلا بد تعرف ان هناك قواعد اصلا وهناك رأي المبادئ وبتتقدم. بالمناسبه كل الناس بتحب تقول المبادئ، لان احنا حتى كلمه اسلامك لما بروح حتى لدوله اسلاميه عربيه ونتعاقد معاهم بيقولوا انتوا اسلامك، ما اقدرش احول لك اموال. فاحنا بدانا نغير اسم اسلامك ريف اكاديمي عشان نسميها اسم ثاني، مش عشان بنكره الاسلام، لكن عشان احنا عندنا اشكاليه. فانا معاك المستوى الثاني خالد الرافعين، اتفضل. احنا كنظره محليه راس مالنا هو الاهتمام، هو الاهتمام. اهتمام بايه؟ يعني نحن غايتنا انه ندعم اللاجئين والنازحين، فباي طريقه اي مرونه اي تواصل مع مظبوط اخرى نساعد النازحين مع اعتبار القواعد وال تركيز على النتائج. مين قائد المنظمه؟ مجموعه من الاشخاص. مين القائد اللي مؤسسها؟ مجموعه من الشباب. هو ناصح بس هو لو قال لي هقول له انت في الاولى، هو عمال يلف عليا عشان ما بقولوش انا في الاولى. عمرها قد ايه؟ عمرها 2012، يعني خمس سنوات. خمس سنوات. في رأيي أنا المتواضع يصعب إن المنظمة في بلادنا توصل بسرعة لده، غالباً إحنا بين الأولى والثانية، يعني لسه في يعني بنصارع، إحنا لنا جزء من النتائج. كلام كويس، في حد رافع إيده تاني؟ اتفضل. هو إحنا المنظمة بتقول
نفس تخشوا عليه، انت لم تجدي العشر العناصر، مش هتلقى نفسك في كل العشرة ماشية في الثلاثة، هتلقى نفسك ماشية بين واحد واثنين واحد واربعة، وواحد في الآخر هتلقى نفسك في إطار في حتة معينة، وهتعرفي من ده ما هي التي ما هي الأمور التي تنقصك بحيث تقدري تندفع من المستوى اثنين إلى المستوى ثلاثة. بس مداخلة يعني في حتى مواضيع لأن فأتصور صار عندي لبس أول الأمر يعني تكلمت عن تسويد أو التزوير نسميه بالانتخابات، وهذا أمر ربما أنا أقول في شبهة أو محرم يعني، ولكن ضربت مثلا أيضا ولا إنه هو مباح أصلا يعني إنه أنتقل اليوم في حقوق الإسلام في فن في حقوق الإنسان في فن صار مشروع في مجال الفول في مجال كذا فأتنقل، فيمكن صار لبس بين هذا المثال وبين المثال، يعني ذاك ربما في شبهة هذا مباح فما مشكلة منظمة تتنقل هل تدخل من ضمن المبادئ إذا هو أمر مباح في العمل والقانون والشرع. وبالمناسبة ده ملوش علاقة بالدين، هذا كلام مجرد واللي عمله شيخ اسمه ليكرت قالي على شيخ تاني اسمه إمبر لينك والاثنين شيوخ رضي الله عن الصالحين يعني في ألمانيا، فملهاش علاقة. وإحنا لما درسنا الأمور دي وجدنا إن المستوى الأولاني اللي إحنا بنقول عليه قد يكون صالح وممتاز ومن أحسن المواقع، ولما حللنا الحضارة الفرعونية لقيناها في المستوى الأولاني وانتجت كتير، ولما لقينا الصنف انتاجها اللي هي شغاله فيه بين الاول والثاني ما راحتش في الثاني، انا عايزك تشوف بس اذا كنت بتتجه للنتائج فانت ماشي في النتائج، يبقى انت قريب من الثاني، لكن لو انت بتراعي مبادئك مش مجال العمل بتاعك، ما اقصدش مجال العمل ان انت مجال عملك بالفاو ممكن تاخد حقوق انسان وممكن تعمل، انت بتوسع من اجل النتائج، ده ما فيهوش تعارض مع المبادئ، ما فيش، لكن المبادئ انا اديك مثال المبادئ في الجندر فيزد بايلز، بنتكلم احيانا في مساله الجندر، والجندر لها مدخل الاسلامي معنى جديد، لكن احيانا بعض المنظمات الغربيه مش فاهمها صح وعايزه تساوي بعض المنظمات تخلي الراجل زي الست بالظبط من غير اي فروق اجتماعيه ولا حاجه، وده كان يتعارض مع مبادئك، انا ما بقولش ده صح ولا غلط، فاذا عملت اللي هم بيقولوا عليه من غير قناعه منك ممكن يكون اللي بيقولوا عليه صح، فانت تخليت عن مبادئك التي قد تكون صحيحه او غير صحيحه. أنا بقول إذا وصلت للنتائج فأنت تطورت، لكن دايماً لاحظ مبادئك، وإنت في نتائج إنت في خطر شديد، خلي بالك دايماً من مبادئ، لأن لما تراعيها هتنضج أكتر، ما راعتهاش هتشتغل شغل. نعم. طيب، المستوى الثالث اللي قلنا هناك الموظفين، قلنا هنا فريق العمل، في الأولاني فريق العمل بيسمع كلامه بس. في الثاني بيتبع اللوائح والقوانين، الموظفين في المستوى الثالث ما يهموش اللوائح والقوانين، يهموا الفرص الموجوده، هنا فرصه هنا فرصه هنا فرصه، عشان كده في المستوى الثالث اللي بيقوم اللي بيقود المنظمه الناس اللي بيجيبوا الانتاج، الناس اللي بيوصلوا النتائج، احنا عندنا في الاسلام الجديد كل ما بنقول بدانا كان اهم حاجه عندنا ان مين اللي يقدر يوصل الاغاثه ويقدم، كان عندنا اخ اسمه مصطفى عثمان هو كان ده البطل، ان هو اللي بيروح بيخش في المساله الاولى، لكن بعد ما كبرنا شويه بقيت عندنا ناس كتير زي مصطفى عثمان، بقيت اللي بيقدر يجيب لنا فلوس من الديفيت والفلوس من ده عشان نقدر نعمل ده، ما احنا جبنا الفلوس من المسلمين وصلت ميزانيتنا مثلا 20 مليون، لكن ممكن نجيب من الديفيت نعمل نفس الحكايه ويكون كمان 20 مليون، فبقيت الهدف بتاعنا ساعتها كيف نتوسع في ادائنا والحصول على موارد اكتر، فكان الراد المؤسسه هو البني ادم اللي عنده فكر ازاي يفرش، فاذا كان اللي يقود المنظمه اورينتد بالريزلت بتكون المؤسسه راحت للمستوى الثالث. في المستوى الرابع بيتبع لروح التعاقد مش التعاقد نفسه، نفس الكلام بالنسبه للمستفيدين، انا عايز اقف عند الجوده، الجودة في المستوى الأولاني احنا قلنا ضعيفة لأن لسه مش متأكدين منها، في المستوى الثاني مقننة، يعني إيه مقننة؟ لو كانت المنظمة في الحقيقة عندها قواعد وقوانين تلقانا لما بنيجي بنوزع أكل للناس احنا عندنا بروسيدور بنوزعه بالضبط زي الكتاب، إذا كنا بنعمل مخيم للاجئين بنفتح اليون اتش آر بيقول إزاي المخيم بيتعمل، بيتعمل بالشكل الفلاني كده بالضبط، كل حاجة مقننة وحتى الأخطاء مقننة، يعني لو يحصل كذا احنا عارفين ممكن يحصل ده،
لكن لما بتروح للثالث، لما بتروح للمستوى الثالث تتباين في سياق مفردات اخرى. يعني ايه؟ انا على حسب ممكن يكون الفلوس الراجل الخليجي اللي مديني الفلوس في الحقيقه مش محتاج تقرير ناراتيف طويل زي بتاع ديفيد، هو عايز صور وعايز فيديو. فالتقرير النهائي بتاعي لازم يكون صور وفيديو. انا مش مقتنع بده، انا شخصيا مش مقتنع بده. لما يروح للحاج مش عارف مين اللي موجود في الكويت ولا اللي موجود في الامارات ولا في السعوديه، هو يبص على ده. لما كتب له 20 صفحه مش هو مش هيطيق يبص فيها. فانا خلاص انا مش مقتنع بالجوده دي، هدي له حاجه اقل شويه عشان يعرف يقرا. بينما لما اعمل على ديفيد ولا يو اس اي هدي له المنتج بتاعه. اذا الجوده بتاعي بيعتمد على وسائل اخرى. لما باجي جوده الحاجه في المستوى الرابع بالعكس ده بتكون عاليه، وهكذا نازلين. بس عفوا تفضل. بالحاله الثالثه اذا انا قدمت له هذا التقرير مجرد صور وعنوان، ما بكون تخليت عن قواعدي؟ ما هو هو ده بقى. عشان كده انا بقول الجوده بتعتمد في سياق اخر. الاثنين فيكم هنا شغال مع الخليجيين؟ يقول اي مؤسسه في الخليج؟ اسلامك ريليف. اسلامك ريليف. كلام كويس. مشاريع بتاع الله. ايوه. ومشاريع اخرى مثلا الصور مهمه ولا لا؟ جدا جدا، اكثر من التقرير. كلامك 100% دكتور. ولما اقدم لليو اس ايد ببعث له كم صوره؟ قليل. ولا صوره يمكن، الا صوره في الكيس ستادي. صح. صوره في الكيس ستادي. صح. فانا هناك انا ولا هناك لازم اقدم له ده. طب التقرير اللي انا رايح للعرب هعمله 20 صفحه بالشكل الكبير ده ولا ممكن يكون اقصر اختصار؟ طبعا طبعا يا دكتور احنا بنسويه كالعاده. سواء كان للخليجي او لا، احنا بنلتزم بمعاييرنا في التقارير. ايوه. بنرسلها، لكن النقطه اللي انت ذكرتها في التصوير فعلا احنا بنعزز عدد الصور في والميديا اكثر. اللي انت قلته ده بيصلح اخوك ان انا بعملها بس عندي معاييري، بس ما زال التزم بمعايير. انا بس عايز اقول لك بين المعايير والفاليوز والمبادئ التقرير يبقى كبير وصغير، ده مش مبدا. أيوة. ده دي معايير. انا ممكن اغير المعايير بشكل او باخر، لكن مبدا ان انا ما اسرقش، مبدا ان انا ما اخونش، مبدا ان انا ما ادخلش حاجه في حاجه وكده. طيب الموظفين، وانت في المستوى الاول على المستوى الثاني على المستوى الثالث، انا لما اجي على الموظفين في المستوى الاول هل حكايه فريق عمل موجوده ولا تكاد تنعدم؟ هل حد فيكم اشتغل في مؤسسه في المستوى الاولاني؟ المستوى الاولاني اللي هو الراجل الكبير المعلم الرئيس اللي لسه بادئه وهو اللي بيفهم كل حاجه. انا اشتغلت فيها كتير، انا اشتغلت فيها كتير. شركات صناعيه خاصه. هل في فريق عمل موجود؟ الناس الموظفين موجودين، بيبقى فريق عمل بتقدروا تشتغلوا مع بعض وتنتجوا ولا كل واحد بيعمل حاجته؟ في المستوى الاولاني فريق العمل بينتج زي ما هو مطلوب منه بالظبط، بينما لما بيخش المستوى الثاني بيتم يشوف ايه اللي المفروض عليه يعمله. لما يوصل للمستوى الثالث بيهتم بالهدف بشكل او باخر. لما بيوصل للمستوى الرابع او المستوى الثالث بيقول لك ايه روح التعاقد، فبيحصل نوع. انا بقول ده ليه؟ لان انت لو طورت فريق العمل، طورت فريق العمل ده بيساعد المنظمه. القصه اللي انا بقولها دي محتواها كله ان المؤسسه الكبيره اللي حضرتك شغال فيها المتطوره والمؤسسه الثانيه الصغيره علشان تتطور عايزك تبص على اكثر من معيار. لو صلحت فريق العمل وطورته ده هيساعد في تطوير المنظمه. لو احدثت درجه من الاتصال الكوميونيكيشن، لو الاتصال كان اعلى، كل لو انت خدت دورات تدريبيه في تحسين التواصل بين الموظفين ده هيساعدك تشد المنظمه من المستوى الاولاني للمستوى الثاني ومن المستوى الثاني للمستوى الثالث. انا عايز اقول لك عندك 10 معايير 1 2 3 4 5 وانت بتفكر تطور المنظمه فكر في القائد. اذا كنت انت القائد لازم يتغير من طريقه تفكيره اللي الاولاني بيبص على الناس. لكن الولد ده مش يعرف الا اذا كان فريق العمل هو نفسه نضج، بدل ما كل واحد مهتم بنفسه بدل يشتغل مع الناس. لو فريق العمل اتطور ده هيشجع القائد ان هو يتطور بشكل اخر. لو التواصل عندك مش موجود وكل التواصل من فوق لتحت يبقى انت هتبقى هنا. لو عايز تنقل منظمتك لفوق وانت بتجيب التواصل من فوق لتحت شجع الناس بس يدوا فيدباك، هتلاقيهم بتطوروا شويه.
فلو الناس ادوك فيدباك، لو انت مؤسستك بتعمل كده، قول للناس حاولوا تتصلوا جانبيا مع بعض، هتبقى نفسك تطورت مستوى اكتر شويه. فلو وصلت لكده كلهم، طب ما تتصلوا بالفرع الثاني هنا والفرع الثالث هنا، هيبقى احسن شويه. وبصوا انتوا خارج المنظمه، بحيث ده يوصلك انك لو وصلت بره يبقى تواصلك التواصل بتاعك بشكل اخر اكتر شويه. لو الاخطاء في المنظمه بتوصل بالحقيقه بنتيجه في الاولاني بتحصل كوارث والناس بيخافوا المدير، لا حاول تقنن الاخطاء المحتمله. ايه مين اللي عنده في البروجكت بتاع اسلامك اللي في شيء لازم يتعمل في الاخر اسمه ريسك اناليسيس. فكل مشروع لازم اقول ايه الريسك اللي يحصل، ايه المشاكل اللي ممكن يتم، وبعمل الريسك هاي ريسك ولو ريسك وميد ريسك، وانا ممكن اشتغل في ده ايه واشتغل في ده ايه واشتغل في ده ايه. لو انت بتفكر ايه المخاطر اللي هتقابلها، بتقول لو حصل لها انا اعملها ايه، وهقنن التفاعل معاها. اذا الاخطاء انا متوقع ان الفلوس ما تجيش، متوقع ان الدريل اللي انا بحفر بيه ما يوصلش. كل ما فكرت في المشاكل ده بيقلل احتمال ان تحصل اخطاء كبيره. اما لو وصلت المساله ان الاخطاء بتاعتك بتحصل وانت بتتعلم منها، لما يبقى الموظف عمل غلط والمدير بتاعه اكتشفه عمل غلط، مش معناه انه يترفض، لكن هو عايز يتعلم منها، اذا المنظمه نضجت شويه. المنظمه تكبر اكتر لما الموظف يقول للمدير والله انا اكتشفت ان انا بعمل حاجه غلط وعندي طريقه تاني ان انا اعملها بشكل صح. انا ده العشر معايير اللي احنا بنقولها. انا اقراها لكم وهقول هنا موجود ان معايير العشر معايير دول موجودين وممكن نقارنهم بيهم. والموقع يمكن قبل ما نمشي اخش في الموقع، تقدر تخش النهارده على الموقع بتاعك وتقول ايه اللي موجود عندنا في ده وايه اللي موجود في ده وايه اللي موجود في ده وازاي نعرف نطور. اي سؤال في المنظومه بتاع ليكر امبر لينك او المستويات الخمسه الموجوده؟ انا قلت المستوى الخامس ده تقريبا مش موجود اللي هو ما فيهوش مديرين، والمستوى اللي عايزين نوصل له هو المستوى الرابع بشكل او باخر. دراستنا بتقول ان معظم الدول والمنظمات الدوليه بما فيها الامم المتحده تقع في المستوى 2. اكبر مؤسسه روتينيه في العالم هي الامم المتحده. المؤسسه المستوى 3 ده بعض المؤسسات الشرق اللي مش شرق الكوميرشال، هم عايزين يوصلوا للنتائج زي الشركات العابره للقارات وكده. القليل موجود في المستوى الرابع، وانا ادعي ان اسلامك ليج موجوده في المستوى الرابع بشكل كبير، وانا افضل اسلامك ليج، بس خدت جهد كبير وخدت تعب كتير في بناء النظام هنا، في بناء في الزعامه هنا وبناء النظام هنا والوصول للنتائج المعينه هنا وتغيير الوضع بشكل، بس ده في اطار المبادئ. ده خلاصه الموضوع بتاع امبارح. اي تساؤل اي تطبيقات عليه؟ حد شاف مؤسسه نمره 4 او نمره 3؟ اتفضل. قد هو خارج المنظمة، ما يريد أصلاً يشرك معاه قرارات يجيب ناس معه. أنت ما كنتش معنا امبارح. أخوك الدكتور هاني بيقول، أو إحنا قلنا الدكتور هاني بيقول المنظمة عشان تنجح لازم المدير يحصل له إيه؟ هو نفسه لازم يرجع خط. لازم يرجع خط. يعني في المستوى الأولاني المدير والزعيم هو كل حاجة. المؤسسة مش هتكبر إلا لما يبقى قرار أساسي من هذا الرجل الكريم الموجود، إما يوقفها ويفضل هو هنا ويعيش لحد ما يموت فيها. وقلنا فيها ان هذا الزعيم في غالب الاحوال لا يترك مكانه الا بالموت. خلاص هو اختار كده يقعد كده، لكن اللي بيعمل هو بيرجع خطوه شويه ويخلي حد بعده، ويرجع خطوه شويه ويخلي بعده. كل ما تلقى المدير بدا المؤسس اختفى من الصوره، كل ما تعرف المنظمه دي بدات تنضج بشكل كبير. وانت شوف كل المنظمات الكبيره لا تعرف من هو رئيسها ومن هو مديرها وكلام زي كده. اتفقنا على دي؟ لكي تتطور المنظمة يجب أن يتراجع المدير خطوة خطوة إلى أن يصير وكأنه غير موجود، لكن هو بالفعل موجود. يعني افترض أخو أستاذي كلمة NGO ما تنسجم مع المستوى الأول، لأن مؤسسات المجتمع المدني هي مؤسسات موازية للحكومة مكملة. عفوا يعني مكملة حتى لا تكون قاسية بالوصف الحكومة بسبب مجموعة من الصفات السلبية موجودة في الإدارة الحكومية مثلاً القرش. فالدور المؤسسات المجتمع المدني يجب ألا تكون في المستوى الأولين. يعني مستحيل أنا الاسم. لا مش مستحيل. هي مو مؤسسات المجتمع المدني. طب حد يرد عليه؟ يعني أنا مش هتكلم، حد يرد عليه؟ أنا برد. بس ما حدش يضرب أخوه.
ما حدش يضرب بتصل الاخ بيقول لا يمكن يكون مؤسسه مجتمع مدني في المستوى الاولاني مش كده هذا ما يجب ان يكون اما روح يا اداري يعني هي تفضل بقانون تشكيل حسب كردستان مجلس التشكيل المنظمة لازم يكون على الأقل 3 أشخاص حتى يتشكل مجلس تأسيسي مراته وبنته ابن أخوه صاحبه الله ارحمه غالبا في كثير من الحالات واحد من الثلاثة بيكون هو الحاكم عمليا هو الزعيم طيب احنا بس امبارح كان في حوار جميل حد بيقول هو لازم نبدأ في الأولاني قلنا لا كان في مجموعه شباب هيعملوا مؤسسه قلنا لو احنا ناضجين بشكل كفايه لو ناضجين نبدا بالمستوى 3.5 و4 لو ناضجين بشكل كفايه يعني لو مجموعه من الشباب او الناضجين او الكبار فعلا فاهمين ده مش لازم ابدا يبداوا دي مش لازم ابدا بس انا بقول لك ده التطور الطبيعي انت لو ناضج ممكن ممكن توصل بشكل احسن كتير يعني معاك هذا ما لا يجب ان يكون لكنه كيف عباره عن كبر لغايه اخرى انت بتتكلم في السياسه يعني زين تفضل حاضر يعني ليش دائما يقولوا بين المرحله الاولى والثانيه والثالثه الرابعه قليله والخامسه يمكن ما في اصلا انا عم اشتغل بمكان هلا هو بين الرابعه والخامسه مبروك عليك بس راجع العشره بقى. راجع العشر نقاط وشوف التواصل شكل بين الأربعة والخمسة يمكن إنه في يعني تطور بطيء بس هذا لا يعني إنه لا يخلو من الأمر يعني فاللي بده يبقى المرحلة الأولى يبقى لو في مراحل مليون مرحلة بس بما إنه عم تقولوا ما في لا أنا هلأ حاليا عم أشوف إنه بين الأربعة والخمسة في كتير أمور خذي النموذج ده وهذا ليس قرآن وليس سنة شوفيه بس انا عجبني انا بدرسه بقالي 8 سنين او 9 سنين ولقيته نافع جدا وما لقيتش منظمه بيور واحد ولا بيور اثنين بل المنظمه في واحد واثنين وفي واحد في 5-6 حاجات بس لها رجل في نمره 4 زي ما انت بتقولي كده ويمكن بتصور في حاجه لكن مجملها في ده وقلنا امبارح هو معظمه في مرحله كلنا منتقلين من مرحله لمرحله فانا شخصيا ما اعرفش حد في مستوى المدارس الا واحده الانترنت اللي ما انا ما اعرفش زعيمها ايه لما شفت العشرة دول ما طبقتش غير على الانترنت اتفضل دكتور هنا ده بيتكلم طيب استكمالا لكلام الدكتور سيد وكلام انت وكلام الاخر مفيش حاجه هتبدا في المرحله الثالثه من اول يوم حتى لو كان اللي بادئ ممكن حتى ولو كان اللي بادئ عنده عمر قد ايه انتوا مش عايزين تزرعوا شجره على ارض سبت طبيعه نتكلم بمنتهى الصراحه طبيعه التدبر وعدم التعجب اول 5 سنين الغاز الاسلاميه ما كانش عندنا محاسبين ما كانش عندنا موظفين مش هنضحك على بعض جيش بعد 35 سنة و 40 سنة نقول احنا كذا وكذا لا الصفر هو الرقم اللي حل مشكلة عالمية قبل ما نتجه في الصفر كعرب كنت عارف مين في الأرقام احنا بنبدأ من الصفر أو نتعلم عشان نتدرب من بعد المرحلة الأولى أو الثانية لكن ما تقعدش تجلد نفسك إن أنت في لسه في المرحلة الثانية أو الثالثة اخرج منها الدكتور سيف بيتكلم على ما إيه كيف نخرج من هذه المراحل؟ جزء اساسي منه انت ونفسه كنا بنتكلم فيها بقى سعيد وما سواه هتيجي الدنيا على خطبه الجمعه ودرس مش عارف ايه وانت مش عارف تظبط نفسك لابس لي عمه ولا لابس لي جبه ولا لابس لي كذا ما ينفعش ابدا العمل بيضرب من داخله علشان الانانه مش النحنحه أنقل معايا أنا إحنا تروح تنسى مش فاهمة هي هولندية بيعملوا زبدة وجبنة ولبن كبير جدا لأن أنا مين 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 وي 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 you know وي 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 فرنش مصري يعني هي عملت إيه على زي عملت لأن أنا اوعوا تفتكروا إن حد فينا مبدع إلى
مسافه ليس له حدود أبدا أبدا أبدا. اللي يعجبه كلامي جزاه الله ما يعجبوش كلامي قابلني برضه قابلني على الناس يا بسيطة. طيب أنا ليه عملنا النموذج في الحقيقة؟ أنا عايز أقوله النموذج بيقول إن مفيش مكان صحيح ممكن نسبق فيه، ليس هناك مكان صحيح أو صائب لكي تقدر فيه على هذه الخريطة كنت مهتم بالتطور، فما عليك إلا أن تأخذ الخطوة التالية. يعني أنت في الأولاني مش مشكلة، الثاني الثاني، أنت في الثاني النموذج ده عشان يديك تطور بس كبير كده يقول اعرفي أنت فين، حط نفسك، أنا هزعل لما تحط في الرابع والخامس لسبب بسيط، لأن كأنك بتصد للسقف وكأني بتقول أنا أحسن منظمة، لو أنا قلت إن أنا في الثاني أدي نفسي مجال إن أنا أمشي للثالث، والثالث أمشي، ولما أقول لك الأمم المتحدة في المستوى 2 تقرير أساسي الأمم المتحدة في 2 كل الدول بين الواحد واثنين، للأسف معظم الدول العربية كلها في واحد وحط رجلها على اثنين مش عارفة تطلع، مش في واحد، وبعضها مش في واحد، يعني مثلا الصومال مش في واحد، ليبيا مش في واحد لسه بزيرو. أنا هنا يا إخوانا عشان ناخد الكونسبت، هذه ليست دولة تدريبية قد ما هي دورة لتفتيح الآفاق. المستند اللي هنا 28 صفحة اسمه Stages of Development، دي حاجة تالنتد، أنا بقول إن الكرام الأفاضل اللي قاعدين دول محتاجين ناخدها. أنا لو معايا الهيومانيتيريان فورم فلوس أو إسلام الدين أترجمها للكردي، أترجمها للعربي، تخيل المستند ده هو بحيث يروح للناس يقول ده أي منظمة بتنضج وهذه هي مستويات النضج في المؤسسات كلها، نشوف إحنا فين. ما تقولش قدام الناس، ما تاخدهاش عشان تحكم على نفسك، لكن اعرف المستوى اللي أنت فيها اللي أنت رايح فيه. لكن اللي عايز أقوله القائد الصحيح لازم يكون هو في المستوى الرابع وياريت يكون في الخامس، حتى لو عمره بيبدأ المنظمة من الأول، حتى لو هي في واحد هو عمال يشد المنظمة من واحد لاثنين، بيساعد يبني الفريق عشان يبني وبيحسن التواصل علشان يكون. أما لو القائد أصلا زي ما أنت قلت هو هنا يبقى خربة البيت، واللي خارب كل الدول بتاعتنا إنه قاعد هنا مستريح هنا، هو قاعد وهيجيب ابنه هنا ولا بيعرف إيه، هي دي المسألة. مش عايز عليه بس سياسة، بس انا قلت لكم انا دكتور هاني وانا برمنجهام شفت المسجد هناك كنا بنعمل اللي انا كنت طالب حضرتك فيه، بقول المسجد ده بقاله كان سنه 42 سنه. فبسال السؤال التلقائي، ايه من اسماء المديرين الموجود؟ قال هو الحاج محمد بناه الله يرحمه مات من 6 اشهر، هو مسك المدير 41 سنه ونص. انا وانا بدور على استراكشر ما لقيتش، بدور على اي حاجه خالص ما لقيتش، فانا بقول ان ده موجود ندرسه. اي تعليق عليها قبل ما انقل من هذه النموذج الخماسي لبناء المؤسسات؟ انا بقول ده عشان اكتشف ان احنا فين، لان بعد كده هقول ازاي بنقل من ده لده، لان في التواصل اسلامك ريف قبل 30 سنه عملت مؤسسه إغاثية، اسلامك ريف قبل 3 4 سنين عملت مؤسسه ليست إغاثية وانما لبناء المؤسسات. والناس لما نزلنا سوريا قبل 4 سنين نزلنا نوزع اكل ايد ونوزع بنبني المؤسسات السوريه بالتاني، بنقول ازاي تبني مؤسسه وازاي تنضج مؤسسه، وعملنا دورات كتيره وكيانات كتير ازاي تبقى اكبر ازاي تتطور بشكل اكثر. فاسلام في الوقت تو هاندز، هاند بيقدم الحاجه للمستفيدين، لكن في هاند ثانيه بيقول ازاي تبني مؤسستك وازاي تكبر وازاي تجيب فلوس اكتر وازاي تعمل الرؤيه اكتر. ده جزء اساسي لدرجه ما انفصلت الانتمام اكاديميا، بتاخد خبره اسلام كريم على مدى 30 سنه وعلى امتداد الجغرافي من كندا وامريكا وامريكا الجنوبيه الى ماليزيا واستراليا، بتقول للناس ايه الخبرات اللي مرت بها اسلام كريم وبتحطها في شكل مديولز، ده اللي يناسبك ده اللي يناسبك ده اللي يناسبك. عشان كده توزع على حضراتكم من اول يوم نيدز اسسمنت، مش عارف موجود ولا لا، نيدز اسسمنت في الفولدر هذا الملف كلنا موجودين معانا ولا لا؟ ده اللي ما معهوش يرفع ايده. كم واحد معهوش؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة. أنا عايز ناخد دقايق بس في الوقت وهنلوط في الوقت بتاع السيشن بسرعة، هنبلاه في السيشن قبل ما نخلص الوقت. يا ريت سريعا، لأن أنا عارف لو ما ملأتهوش الوقت مش هيتملي. سريعا، هو كله يشعر معنا 5 دقايق كلهم يخلصوا.
مكتوب ربع ساعة. نعم المكتوب ده هيساعدنا عشان نقدر نقول المؤسسات العراقية محتاجة ايه من غير ما تقول مستوى اول او ثاني او ثالث. المؤسسات العراقية محتاجة ايه؟ إدريس, we're sorry, we don't have it in English, but I will send it to you. No, this which name? You don't have one? I think it's Danish. Gain. أول جمعية خلص أديها كتلوب Islamic Relief للتدريب. حضرتك ما عملتش واحد. لو اتنين من نفس المنظمة انا افضل ان هم يعملوا اتنين منظمتين مختلفتين. I'm not sure.
مين خلص يا اخوانا؟ سعد ما لقيت انه ما تدري عفوا السيد الكويت كان خطا العام الكويت داخل الوطن او داخل الكويت الموزك اللي كنا مستعملينه او داخل الاقليم وظيفي مكتوب واضح؟ لا عندي نفس الامور مكتوبه؟ لا مكتوبه اول واحده يا اخوانا ايه معايا اول واحده اول واحده تعالى في عشان تاخد صوره اول واحده نفرح بيك اول واحده انت تعالى نقعد كده سبقت كلنا النساء وثالث امراه كمان تطلع العازم فيكم يا رجال يا اخويا اهو ثلاثه اخوات انت بتساليني اسال سيد نعم الماتيريال الباوربوينت والبي دي اف 28 صفحه والموقع بتاع المؤسسه اللي عملت ده
المواد اللي انا هقولها الوقت سريعه كلها موجوده على الديسكتوب في ملف واحد تحت اسم سيد الزناري. لو حد اثناء يدي فلاشه او يتواصل مع اسلام الخبير هياخدها كلها ان شاء الله رب العالمين. وبتوقع ان اسلام الخبير اكاديمي هتعمل مجموعه من الدورات مبنيه على الاسسمنت اللي حضراتكم بتعملوه ده. انا مستعد ما اعملش اي برزنتيشن تاني مقابل ده لان ده اهم حاجه عندي. فعايز اقول لكم خدوا وقتكم وفي نفس الوقت اقول لكم اسرعوا. Thank you.
اللي حضرتك بتكتبيه ده هيرسم شريط التزام التكنيك اكاديمي على الاقل لمده سنتين قبل ما نحاول نغيره. خلاص يا استاذة انا كنت منتظر حضرتك. خلاص اذا انهيتي فهذه لا احنا هنكبس الكبسة. عندنا ادارة الكبسة العالمية في كبسة كوتشينورات. طيب الكلام احنا اللي قلناه ده مقدمه لدوره احنا بنعملها. اخويا ادريس دخل على الموقع اللي انا قلت له عليه استاذ معانا بيعمل ايه بعدين لان ده مور امبورتنت. هو دخل الان على الموقع والموقع موجود بالانجليزي والموقع بيقول لو انت عايز تعرف مؤسستك قارن بين مؤسستين اديني مؤسستين وهديك اسئله اجب عليها والكمبيوتر هيقول لك ايه النتيجه. صح؟ قلت له يلا استنى اربع نعم هاي انا اشكر ادريس. I would like to thank you very much. It was very good exercise. This is the third time I do it very successfully. Thank you. اخونا ادريس لما عمل المنظمتين سالوه اسئله وقالوا له خليك دقيق وامين على قد ما تستطيع وجاوب ليس ما تعتقد انه اجابه مثلى ولكن الاجابه الواقعيه. وادوله المؤسسه الاولى قعد يحط اجابه فادوها اتش فبيسالوا السؤال وبيقولوا له انت عندك حوالي سكيل كبير. فاكرين السكيل العشري اللي اتكلمنا عليه؟ سكيل عربي. فكتب اتش جت هنا وبعدين اتش جت هنا واتش جت هنا. وبعد ما خلص المؤسسه الاولى قالوا له خش على المؤسسه الثانيه فكتب ال فبقيت الـ اللي ماشيه كده. فطلع الشكل ده على ان حضرتك بتقول احنا في الرابع. ده مثال كويس جدا. شوف الشكل عامل ازاي. المؤسسه دي اول واحده جت في الخامس لكن تاني واحده جت في الرابع ثالث واحده جت في الثالث وبعدين في الرابع. لما تمشي على المؤسسه وتنزل هتتفق المؤسستين ماشيين بالشكل ده. بالله عليكم المؤسسه اللي اسمها ال في المستوى كام كده؟ واحد غالبا ولسه رجلها في اثنين. بدل ما انت بتقولي هو ده الكلام العلمي الاكاديمي انا لو سالتك كلنا هنقول مبادئ. النموذج ده هيقول لك خش وهو هيقول المؤسسه دي في المستوى الاولاني وحتى في داخل الاولاني هو عامل فور ليفل. شايفين ده 1 2 3 4 ده هو في اول الاولاني. شايفين عاملين ازاي؟ مفيش حاجه ماشيه. ده بيديك تقرير علمي زي ما تاخد عينه من الدم كده تقريبا وتحطها في المعمل ويديك الريزلت بعيد عن الانطباع بعيد عن ان انا بحب منظمه اعملها. فاتضح ان المنظمه دي في الاول واتضح ان المنظمه دي في الثالث وان كان لها دراع في الخامس. انا مش اعتمد الدراع في الخامس. انا افضل مع حضراتكم تخشوا فرديا على www انا هكتبها developmental consulting. ده مش بتاع سيد الزناري ولا بتاع اسلامك الريف ودي نوعيه التدريب اللي بتعمله الاسلامك الريف اكاديمي. مش الدكتور هاني البنا بيجي يقول خبراته ولا سيد الزناري بيقول انا شغال بقالي 20 سنه. تراكم الخبرات من المؤسسات العالميه كلها اشياء اكاديميه وتطبيقيه بشكل كبير وبتيجي اسمها www.
developmental developmental كلمة واحدة ولازق فيها على طول consulting dot com. في داخل ده هتلقى stages of development, هتلقى الموقع, هتلقى يعني ايه نمو, هتلقى يعني ايه consultation. هيبقى عندك مجال كبير جدا لهذا المستوى. هذه واحدة. ثانية, انا حطيت قدامكم هنا Islamic Reap Academy, لان Islamic Reap Academy دي مش شركة خاصة ولا تهدف الى الربح, دي مؤسسة خيرية. بس احنا اقتنعنا زي قبل 30 سنة ما محتاجين نوزع اكل وشرب, احنا الوقت محتاجين نوزع خبرة على الناس, ازاي خبرة 30 سنة تتعمل وتبقى في شكل موديولز للناس. فدي انا مطلوب لمعظم الناس, لكن بدل ما تشوفوا انا عايز اقول هذا السلم. بس السلم اللي موجود ده عبارة عن سلم التطور الإداري اللي يخلينا نطلع من المستوى الأولاني للثاني للثالث الرابع للخامس. المستوى الأولاني لو حضرتك عندك حد لسه داخل المؤسسة محتاج ياخد الدور بتاع الفولنتير ده, لو عندك مدير لأول مرة, أول مرة واحد يبقى بروجكت مانجر, أول مرة لسه جديد ياخد المستوى الثاني بيسموه AMP أو Ambitious Program Manager, لو عندك حد شغال بقاله 5-6 سنين وشغال بشكل كويس, لا ده ياخد البرنامج الاساسي عندنا اللي بيسموه المدير المحصن او الاشياء اللي تحصل المدير من الزلل MVP. البرامج دي كلها مع مؤسسه بريطانيه اسمها ILM او Institute of Leadership and Management اللي هي بتعتمد الجامعات اللي بتقول البرنامج ده ينفع او ما ينفعش. لو اخذت ال MVP وعملت ريسيرش حوالي 5 صفحات 6 صفحات واحنا بندي الدعم الفني فيه, بتوصل انك بتبقى خدت رساله اسمها ليفل 7 او ما يعادل الماجستير في اداره الاعمال بهذا الشكل. انا الناس رؤساء مجلس الاداره والبورد اوف تراستيز والناس الكبار اللي هم في مستوى اعلى من المدير التنفيذي عندنا لهم برنامج اسمه برنامج تطوير القياديه, الرؤيه المستقبليه والمتغيرات العالميه وكيف تحدث في العراق, هذا كله في ال LDB. اما اذا كنا وصلنا للجفرنرز أو في كيفية إدارة المنظمات ونضجنا بشكل كبير, ففي GDP. دي البرامج الأساسية اللي بتقدمها Islamic Reap Academy. بالإضافة عندنا حوالي 40 برنامج من البرامج اللي موجودة, ودي البرامج الكبيرة الدعائم الأساسية. إحنا بنقول بني Islamic Reap Academy على خمس برامج, دي عندنا خمس برامج, لكن بين البرامج دي عندنا برامج أخرى كتير. استراتيجي بلانينج اوف ان جي او, برنامج 5 ايام اذا كانت المؤسسه وصلت وعايزه تعرف تروح فين, في برنامج Islamic Reap Academy عاملاه. استراتيجي مانجمنت موجود, سيرتيفايد بروفيشنال هيومانيتيريان تريننج, لو حد من عندكم حد عايز يشتغل في تدريب المنظمات او ازاي هو يدرب المنظمات المحليه, دوره موجوده 4 ايام بهذا المعنى. هيومانيتيريان نيدز اسسمنت زي الجزء اللي احنا عملناه ده, ازاي تقدم الاحتياجات الإنسانية في المخيمات المختلفة. Report Writing Skills, كفاءات ومهارات كتابة التقارير. Integrated Market Communication NGO, احنا لما نقدر ازاي نرسم الصورة الذهنية للمؤسسة بتاعتنا وازاي نتواصل مع المؤسسات الأجنبية وازاي نبني صورتنا في المجتمع العراقي كله والمجتمع الدولي بشكل عام. دي حوالي 4 ايام تريننج. Building High Performance Team, الجزء اللي قلناه بتخلي التيم يتطور في داخل المنظمة. Total Donor Care, وده من أهم الأشياء, يوم ما ربنا يكرمكم وتكبروا أكتر وتاخدوا فلوس من هنا وهنا وهنا بننسى مسألة إن إحنا نكير للدونر. الدونر عامل زي الطفل كده, محتاج إن أنا أهتم بيه وأحيانا أعلمه وأحيانا أوعيه, ولو ما كناش خدنا بالنا منه إن إحنا الدونر محتاجنا زي ما إحنا محتاجينه. USAID أو الدفن أو GIZ اللي موجودين هنا هم عندهم مشكلة إن الدولة بتاعتهم بقت لهم ميزانية يروحوا يصرفوها في كردستان وهم لازم يصرفوها قبل نهاية السنة, فهو بيدور على المؤسسات اللي تعملها, ولو انت ما رحتوش هو يروح. فمجرد انك تعرفه احتياجه هتقدر تاخد منه اللي انت عايزه. دي دورة ايضا 3 ايام في Total Donor Care, سواء بتاخده من Institutional Donor او بتاخده من Individual Donor. Problem Solving, TOT, Presentation Skills, Customer Service, مش عايز اعدد, في حوالي 40, هنا موجود 40, هنا 25 كورس بالإضافة للخمس كورسات. أنا بقول بليه, لأن احنا حاطين Islamic Reap زي ما ضرب المثال طيب, وأنا أشهد أن أنا من أعظم المؤسسات إن لم تكن أعظمها
في العالم الإسلامي وهي اتولدت في وسط الحيتان اللي موجودة في الغرب، ففي بنت جديدة مولودة اسمها إسلام كريف أكاديمي، أتمنى أنها تنفعكم وربنا سبحانه وتعالى يساعدكم أنكم تبنوا بيها منظمة أكثر قدرة على التعاقد مع الآخر. أنا عايز أسيب 4-5 دقائق اللي فضلني لو في أسئلة تعليقات اللي مش هكون موجود بعد كده في اللي احنا بنقدمه، ازاي نقدمه، ازاي نخدمكم بشكل أكثر، ازاي نتعاون معكم. تفضل استاذ. في دورات اونلاين؟ في اونلاين، احنا عندنا حوالي 400 كورس اونلاين لكن لسه مش متاح للناس الوقت حاليا مش متاح للناس، لكن في اكتر من ده كتير متاح اونلاين بس لسه. انا هاتي مجموعه من كروتي باعتبار ان ده جزء هنا، لو حد يحب يتواصل يبقى موجود هنا. تفضل. الزمن نعم، خصوصا اذا كان المؤسسه في مرحلتها الاولى يعني طريق طويل. والثاني، السؤال الثاني هو مساله تغيير الاسم، يعني حضرتك ذكرت انه يعني صار تغيير الاسم. انا كان خليني اجاوب على السؤالين دول. حد الزمن الانتقال من مستوى واحد الى اثنين او اثنين لثلاثه، وتغيير الاسم كنا نقول اسلامك ممكن تمثل اشكاليه. هل ممكن المؤسسة تغير اسمها؟ بما ان احنا وقدمناش طيب اسم المؤسسة مش قرآن، رئيس المؤسسة مش رسول ولا نبي. انتظار انك عارف ان احنا كده بقول عشان اقول فرحانة قوي دي يا نينوية. نينوية يعني من نينوى مش كده؟ الحاجات دي مش دايما الشمس بتشرق من الشرق وتغرب من الغرب، لا، كلها اجتهادات. العمل الإنساني كله اجتهادات، كل اجتهاد اليوم قد يصبح شيء تاني غدا، ولابد احنا نبدأ من حيث انتهى الآخرين. لما انت تقولي مثلا تدخل مرحلة ممكن تدخل منها في 6 أشهر، ممكن تدخل منها في 5 سنين، على حسب قدرتك وعلى حسب استيعابك وحسب إمكانياتك المادية والبشرية وعلى حسب الظرف المكان الجغرافي اللي انت موجودة فيه. يعني لو انت موجودة في منطقة صراعات يبقى التقدم أقل من انما تكوني في منطقة أخرى. لما تكوني مصر بلد مستقرة اقتصاديا وسياسيا وامنيا يبقى الانتقال اسهل. لو كنت بلد غنيه وعندك الموارد قد يكون، خلي بالك صليتوا على النبي ما تزودوا شويه يا عم، زود يا عم. هو ده كده، لا مفيش خلاص الساعه 11. لا خاطر ايه؟ طب ما تحت اخت تخافش اديك الخبر، واخد بالك؟ فالامر ده بالتالي ما فيش حد فيه اسمها قانون الهي. الانتقال على حسب زي ما انا قلت، ما هوش يعني لازم سيد يقول 2 سنين، لا ممكن يعملها في سنه ويعملها في 5 سنين، على حسب انت فين وبتعمل ايه ومع مين الى اخره. طيب انا الحكايه عايز اقولها للدكتوره رنا، لكن في الحقيقه عايز اقول لحضرتك وفي مؤسسه الرياضه نفسها اقولها لك، نفسي أقول لك كل واحد مستعد. إحنا عندنا تصور لبناء كفاءة المؤسسات الكردية الموجودة، واللي نفسي حد يتمنى التصور ده، إحنا عندنا التكنيكال نو هاو بالشكل الموجود ده، يمكن أنا حاسس مش واضح. إحنا عندنا الخطوات واضحة ومحددة، إن نمرة واحد بنعمل عندنا أداة تول عامل زي الميكروسكوب كده اسمها أداة التقييم المؤسسي، ما عرفتهاش. أداة حوالي 12 صفحة 15 صفحة نقيم المؤسسة أين العيب، زي ما بنعمل تحليل للإنسان بالمؤسسة للمجلس الإدارة والبرلمان والفاينانس وكل حاجة، وبناء عليه نحدد الاحتياجات التدريبية لكل مؤسسة على حيتها، ثم نصمم خطة للتدريبات، ثم نقدم تلك التدريبات، ثم نساعد العمل بينهم وبين بعض وتقديم الدعم الفني عندما يحتاج، وفي النهاية أنا متوقع يكون في جهة ما في كردستان تقيم المؤسسات المحلية وتقول بناء على ذلك في نهاية سنة 2017 كان ترتيب المنظمات
العشر الأوائل كذا وكذا 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 بحيث يدخل فيها السنة الجاية واللي بعدها في نوع من أنواع التطوير. لو حد عنده مستعد ياخد ده فإحنا ما عندناش مانع نتعامل معاه ويتقدم لأي كان. ومعانا هنا هو في الإنترنت في الأفضل هو الدليل التدريب كله موجود. أشكركم كتير وأتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ينفع بكم جزاكم الله خير ودوني سبب. دي مش رسمية. طيب. لا 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 لا. أنا حي تحدث له بنفسه. لأنه حي الدكتور سيد لأنه هو سيد. وتحيتنا لسيد تكون إزاي؟ لن يسمعها من قبل. حيوه. أنا سقفنا غير لما أنت تسقف للناس. طيب مع قصة ابن حميدو اللي كان بطل الوعب اللي فتح الأصلي ومش عارف مرات اسمها إيه. أنا كان في فيديو باقي الاستراتيجية كان نأكل الباشا باشا إلى الآن. كمان كمان ورقم ورقم. This your seat ها؟ This my seat. كمان تعال. فنتمنى نحن ما نسيبش حديث من غير ما ايه؟ يس انا اكل باشا. في باشا مستني بره هنا ان شاء الله يرجع هنا واحده ونص بالظبط على توقيت بريطانيا 11 ونص على توقيت مكه واحده ونص. في باشا وفي ام الخلود وفي حسن كل حاجه. الصلاه زي امبارح الصلاه والاكل زي امبارح. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمه الله.